ان شاء الله. ربنا يحفظك ويبارك فيك. نبدأ على طول بعرض الفيديوهات اللي وردت لينا من حضراتكم من خلال رقم الواتساب اللي هو بيظهر على الشاشة تباعا. وأنا حابب برضه أقوله قبل ما نستقبل أول فيديو، 011-34-82-765، والرقم هذا رقم لا يعمل إلا على الواتس، هو موجود أمام حضراتكم دلوقتي على الشاشة، لا يعمل إلا واتس فقط، عشان في ناس بتحاول تتصل هو مقفول مغلق اتصالات. نبدأ مع أول فيديو ورد إلينا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله ما شاء الله. آدم أحمد ما شاء الله قراءته جميلة جدا، ومع أن سنه صغير لكن هو مبسوط سعيد وهو بيقرأ القرآن، وده اللي احنا شايفينه كلنا. ما شاء الله عليك، يعني تختم إن شاء الله بقى يا آدم بإذن الله تعالى، تختم القرآن قريبا بإذن الله تعالى. الفيديو الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هنا محمود ما شاء الله برضو جميله جدا جدا جدا. طبعا مش هنعلق على الاخطاء البسيطه اللي موجوده في القراءه، لان دول اطفال ولسه في البدايه خالص والسن كمان صغير، لكن ما شاء الله عليها عندها كده يعني برضو حب للقران. انا سعيد جدا جدا بالفيديوهات اللي بيجي لي، لان بحس ان الطفل نفسه مقبل، وبيجي لي رسائل مع الفيديوهات يقولوا لي ده الولاد سجلوا الفيديو ومنتظرين يشوفوا بيتابعوا البرنامج عشان يشوفوا كل حلقه عشان يشوفوا الفيديو بتاعهم. فربنا يبارك فيهم، وربما يكون ده مشجع لاحبابنا من الاطفال ومن الكبار ايضا باذن الله تعالى. الفيديو اللي بعد كده ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله ريتاج جميلة جدا جدا جدا. انا سعيد جدا طبعا الاطفال اللي بنعرض لهم دلوقتي سن صغير جدا، يعني بنتكلم على 4 سنوات 5 سنوات بالكتير قوي، يعني انهم يحبوا القران ويقراوا القران بالشكل دوت في السن ده، يبقى باذن الله تعالى ننتظر جيل من يعني قراء القران المجيدين باذن الله تعالى. الفيديو اللي بعد كده باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم كروس هب ناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة والناس. ما شاء الله رفيدة نسيت اخر ايه، فتقريبا بقى الفت من عندها جودت من عندها يعني، لكن ما شاء الله عليها برضو. لب دي يعني هي لسه طفله صغيره وما شاء الله عليها بتجتهد ومبسوطه جدا انها بتسجل القران. انا عايز اوصل لحضراتكم ان انا سعيد جدا، واظن كل اللي بيتابعنا دلوقتي وبيشاهدنا سعيد بالاطفال دول انهم بيقراوا القران وهم مبسوطين، ويعني وكانهم بيسجلوا يعني حاجه بيحبوها. ما شاء الله ما شاء الله. الفيديو اللي بعد كده. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور
والبيت المعمور والسقف مرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون صدق الله العظيم. ما شاء الله رفيدة جميلة جدا ما شاء الله، وفي ثبات كده في القراءة، وهي بالمناسبة هي أخت رقية، يعني رقية ورفيدة إخوات، وطبعا فرق السن باين في القراءة ما شاء الله. والفيديو اللي جاي لأختهم الثالثة نتفرج عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واحجرهم حجرا جميلا. ما شاء الله رويدة أخت رقية ورفيدة، طبعا تحية كبيرة للأب والأم على ان البنات ثلاث بنات وما شاء الله الثلاثه بيقراوا قران وبيتعلموا قران، واضح انهم في مناطق مختلفه من الحفظ، لكن ما شاء الله عليهم. صلى الله يبارك في الاب والام ومن يعلم الاطفال ايضا القران. الفيديو اللي بعد كده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ما شاء الله معاذ جميل جدا جدا، بس مش عارف مستعجل ليه، بيجري ليه؟ إيه يا معاذ؟ يعني براحتك كده، القرآن لا يقرأ إلا بتأني، لكن ما شاء الله واضح برضو محبته للقرآن، ما شاء الله أصلا يبارك فيه وفي والديه. آخر فيديو معانا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله دارين جميلة برضو جدا، بس برضو بتجري، عايزين نخف الجري شوية في القرآن، عايزين نقرأ القرآن بهدوء كده وبالراحه، لكن ما شاء الله ما شاء الله كل الاطفال اللي قرروا معانا اليوم ما شاء الله امتياز وحاجه جميله جدا جدا جدا، وانا سعيد بيكم جدا جدا جدا. صح يا شيخ يوسف؟ مش انت سعيد انت كمان معايا؟ ان شاء الله. ربنا يبارك في الجميع يا رب.